أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني في سلسلة محاضرات SQL Oracle. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنتعلم كيفية تقييد أو تحجيم أو تقليل عدد الروز أو التابلز التي تخرج إلينا من جملة أو تعود إلينا من جملة select، وذلك باستخدام الجملة where. وقد استخدمنا في المحاضرة الماضية وير، ولكن في هذه المحاضرة سنقوم باستعراض لعدد من العوامل التي تساعدنا على التحكم في نوعية البيانات المرجعة، مثل الأداة أكبر من وأصغر من وأداة like ونين وبتوين. جملة select كما تابعنا في المحاضرة الماضية select، بعد كده بأكتب أنا اسم أو بأكتب اسم العمود اللي عايز استرجعه وليكن last name، ومع السلالة على سبيل المثال. بعد كده from اسم الجدول اللي عايز استعيد منه انا البيانات او الداتا. الان جملة where هي التي تحدد وتحجم العدد، فلو افترضنا ان مش هكتب where، هكتب بالطريقة هذه هيرجع لي 107 موظفين، هذول كل الموظفين الموجودين في المؤسسة. لكن لو عملت select last name والسالري from employees واستخدمت الجملة where هي جملة عشان انا اقدر احدد بحيث شرط لمين. في المحاضرات الماضية كنا ناخد where نقول مثلا where انه السالري اكبر من كل اكبر او الاكبر من اصغر من، تمام، اكبر من مثلا 4000، فرجع لي 64 موظف مرتباتهم اكتر من 4000. زي ما بتلاحظ معظمهم كلهم اكتر من 4000. في محاضرة اليوم ممكن كمان اعمل شرط مركب، اقول له select last name والسالري from employees where، ان انا عايز السالري مثلا يكون اكبر من 4000 and، هذا الشرط المركب and or، تمام، and ال ممكن نختار هنا ويبدأ وال last name like، هذه جملة يشبه like من like التالي. ببدأ أقول له مثلا عايز يبدأ بحرف ال K، وبعد كده مش مشكلة ايش فيه. اذا جاب لي الموظفين اللي مرتباتهم اكبر من 4000، وفي نفس الوقت اسمائهم تبدا بحرف الكي، تمام. هذه مساله واضحه. على سبيل المثال ممكن اقول له انا select، تمام، مره ماشي select last name والسالري from employees where salary أكبر من 4000 and the last name بتساوي، تمام، king. هرجع لي بس الموظفين اللي مرتباتهم أكثر من 4000 وأسمائهم كينج مباشرة. في هذه الجملة لو تنتبه معايا استخدمنا احنا شرط مركب، قلنا هذه اند هاد. اذا هذه الاداة اند، لو انا يكون عندي شرطين واجبين للاستحقاق، يعني لازم يكونوا صح عشان يشتغل معايا. طيب استخدمنا كمان جملة لايك هذا ايش معناها؟ معناها يشبه في اللغة العربية، تمام، مش يحب، يشبه في هذه الحالة. يبقى انا عايز اقول له عايز كمان اللاست نيم يكون شبيه بالصيغة التالية. هذه الصيغة كي بيرسنت معناها يبدأ بحرف الكي، والبيرسنت معناها أي عدد من الحروف، صفر إلى ما لا نهاية من أعداد الحروف، تمام. الآن لو كتبنا الكي هنا سمول ما كانش هيطلع لي ولا شيء، لأنه الحروف تبدأ، الأسماء في اللغة الإنجليزية تبدأ بكابيتال. مثلا لو قلت له أنا select اللاست name from
employees where ماذا where ال where ال last name like وكتبت مثلا k بالطريقة هذه k هنا small تمام وكتبت a مثلا تمام بالطريقة هذه وسكرت أنا تمام في هذه الحالة مش هيطلع لي ولا واحد ليش لأنه ما فيش ولا اسم يبدأ بحرف a small تمام كله يبدأ بحرف a capital طيب من ضمن الطرق ايضا انا ممكن استخدم فيها لايك انا ممكن احدد عدد حروف معين بالشكل التالي اقول له select last name تمام from employees where last name بدي last name like ركز معايا ايش هعمل الان انا لايك ماذا ركز لايك التالي بدي اياه يكون اول حرف في اي كابيتال بعدين بدي حرف تاني فاضي وحرف ثالث فاضي وبعدين اي عدد من الحروف اذا انا هنا اتاكدت انه على الاقل لازم يرجع لي اسم في ثلاث احرف على الاقل يكون الاسم ثلاث احرف تمام لو عايز انا اقول له مثلا يكون الاسم اربع احرف هي صار ثلاث هي اربعه تمام وما شابه دعنا نخلي احنا بس تنتين وهي البيرسنت تبعتنا نفذ جاب لك ابل 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 هي اول حرف اي بعدين في بحرف ثاني وحرف ثالث بغض النظر ايش الحرف انا هنا بقول بغض النظر عن ايش الحرف بعدين في حرف ال انا قلت له بيرسنت قلت له بيرسنت واضح كلامي هذه مساله لايك اذا لايك انت تكتب الجمله اللي انت عايزها لو عايز اي عدد من الحروف تحط بيرسنت لو عايز حرف معين مكان فاضي لحرف معين تمام من غير ما تحدد شو الحرف طبعا بتحط الاندر سكور زي ما انت شايف ناخذ تعال لو انا عندي جمله بدي احدد عدد موظفين يكون مرتباتهم واحد من مجموعه مرتبات اذا عندي ست انا مجموعه من المرتبات هقول له سيلكت اللاست نيم والسالري from employees where السالري على سبيل المثال in in يعني مجموعة السالري في مجموعة من المجموعة التالية يكون مثلا المرتب تبعه 10,000 او المرتب تبعه مثلا 24,000 او المرتب تبعه 100 او المرتب تبعه 3,000 تمام في الحالة هذه هو حيدور على الموظفين يجيب لي اللاست نيم ويجيب لي السالري للموظفين اللي مرتباتهم يا 1000 يا 24,000 يا 100 يا 3,000 اي موظف مرتب واحد من المرتبات هذه حيرجع لي بياناته تعال نشوف اذا جاب لي بار او بير قديش 10,000 هي 10,000 موجود عندي جاب لي كينج 24,000 24,000 موجود عندي جاب لي توكر تمام توكر 1000 10,000 عفوا كبيرو او كبريو 3,000 100 ما لقاش ما جابش واضح هذه ان نشوف كمان في بتوين اقول له انا سيلكت تمام اللاست نيم و السالري فروم امبلويز وير السالري تمام بتوين بتوين ناس وناس بتوين مثلا 3,000 and مثلا 5,000 تمام حيرجع لي موظفين بس اللي بين هذه وهذه تابع معايا مش هتلاقي موظف اكتر من 5,000 ولا موظف اقل من 3,000 هذه كانت جملة بتوين بكده انا بكون خلصت معاكم معظم الجمل طبعا لما نتكلم عن اكبر ممكن تعمل اكبر منه اصغر منه او يساوي او ما شابه واكبر من او يساوي بالطريقة هذه تمام واقل من او يساوي بالطريقة هذه مفيش اي مشاكل في الجمل انت ممكن تستعيدها في المحاضرة الجاية ان شاء الله حنشوف كيف ممكن نرتب احنا النتائج تطلع عند تصاعدي او تنازلي مع بعض المهارات الاخرى في جمل SQL الى ذلك الحين محمود رفيق الفرة يستودعكم في امان الله.